الادب بيعمل لك حاجة عظيمة جدا، ان هو بيضيف اليك تجارب الاخرين، بيضيف اليك تجارب الاخرين. كل لما تقرا رواية تضاف اليك تجارب. اذا كنت انت عمرك ما اشتغلت ضابط بوليس، لو انت قريت شخصية ادبية هو ضابط بوليس ورواية جيدة عظيمة، هيجي لك خبرة او جزء من خبرة ضابط البوليس، جزء من خبرة المهندس، جزء من خبرة الطبيب، جزء من خبرات مواقف انسانية انت ما عشتش. مثلا انه ابنك يتوفى، طبعا ان شاء الله ما يحصلش، دي تجربة انسانية جبارة، ان واحد مش واحد ابوه يتوفى، واحد ابنه يتوفى، دي تجربة ممكن معظم الناس تعيش من غير ما تعرفها. الرواية تديك هذه التجربة، تحسسك بهذه التجربة. فكل شخصية وكل حدث في الادب في الحقيقة ان هو بيضيف الى تجاربنا الانسانية، ولما يضيف الى تجاربنا الانسانية بنتحول الى شخصيات اكثر ادراكا واكثر ذكاء واكثر حكمة. وده يفسر حاجة، انه النظام الامريكي في التعليم، وهو نظام عملي جدا عملي جدا، وانا بعتبر انه ناجح جدا، يشترط عليك لما تيجي تتعلم في الجامعة انك تاخد حاجة اسمها المواد الكولاترالز، يعني المواد الجانبية. المواد الجانبية، الجانبية دي ايه؟ لا يمكن تبقى مهندس غير لو درست مسرح او مزيكا او ادب، ما ينفعش، مش هتاخد الدرجة غير لو درست موسيقى ودرست ادب. ليه بقى؟ علشان تبقى مهندس جيد لازم تبقى انسان جيد، وعشان تبقى انسان جيد لازم يبقى عندك معرفة فنية وادبية. وبالتالي هو مش بيقول ده تضييع وقت، لا، لما تيجي تدرس الهندسة وتدرس الاقتصاد بتدرس شكسبير. ليه؟ لان المهندس والاقتصادي المتذوق لشكسبير قطعا اذا تساوت قدراته الاقتصادية مع الاقتصادي الجاهل فنيا، لا، الاقتصادي المثقف فنيا هو قطعا اقتصادي افضل، عشان الخيال وعشان التجربة الانسانية المضافة. ها؟ يعني ايه التجربة الانسانية المضافة؟ يعني خليك بني ادم، ما يخليكش مكنة. يعني كان عندنا في طب السنان استاذ كان بيدينا محاضرة، قال لنا ده نموذج للشخص العاطل عن الخيال والعاطل عن التجربة الانسانية، بس هو دكتور عارف اساليب الطب بكفاءة. فبيدينا محاضرة بيقول لنا انه مرضى السكر زمان كانوا بيخلعوا سنانهم كلهم، وده صحيح في وقت من الاوقات، دلوقتي ما بقاش كده. هو راجل كان كبير في السن والكلام ده من 30 سنة، فقال انا يا اولاد، بيقول لنا حاجة مش فاهمها لغاية دلوقتي حصلت لي من 20 سنة، وهو كان راجل كبير واحنا عيال صغيرين. قلنا له ايه؟ قال والله جات لي واحدة بنت حلوة قوي، بالكتير قوي 30 سنة 40 سنة، يعني بين 30 و 40، وجالها سكر عالي، فقررت اخلع لها سنانها كلها، وعملت تكنيك جديد، ورانا التكنيك، يعني طريقة ان انا اخلع لها ايه بالخمس سنين. فلما خلعت لها سنانها اللي فوق كلها من غير ما تحس بوجع، وبعدين وريتها لها كده، بدل ما تشكرني قعدت تعيط عياط. هو بيقول لغاية دلوقتي انا مش فاهم هي بتعيط ليه. شفتي الراجل الحمار؟ انا اسف يعني، بس هو حمار. ليه حمار؟ لانه ما قراش عمل ادبي في حياته، لم تضاف اليه خبرة انسانية خالص، وبالتالي ما حطش نفسه مطرح الاخرين، وبالتالي ركز في ازاي يعمل تكنيك لخلع السنان ما يوجعش المريض، وما فكرش ان هذا المريض انسانة
وان هذا المريض هو نفسه قال دي ست شابه وجميله وانت بتخلع لها اسنانها وبتوريها اسنانها اللي هي منظرها يعني شكلها كله بتوريها لها في ايدك وانت مستغرب او انها بتعيط لان انت عاطل عن التذوق الفني ومحروم من الخيال وسجين هقول له كل التهم بقى وسجين في اسير الحواس سجين في اسر الحواس بتاعتك عشان كده التجربه المضافه دي مش مجرد تجربه ان انت تجربه رحلات مش مجرد ان انت ما روحتش مثلا الغابات اللي في كينيا فتقرا كتاب عن كينيا لا دي تجربه انسانيه تجعلك اكثر تسامحا مع الاخرين هنا نقطه مهمه جدا ليه كل المجتمعات البدائيه الهمجيه كانت تستمتع بالعقاب ارجعوا للتاريخ كده الامبراطوريه الرومانيه مثلا كان الشخص اللي يحكم عليه الامبراطور بيترمي قدام الاسود امام جمهور يعني احنا حضرتك والهانم المدام والولاد بكره اجازه بدل ما تروحوا السينما بتروحوا استاديوم في ثلاث متهمين هيتم القائهم لمجموعات متواليه من الاسود دي الفسحه بتاعت الويك اند انت والست هانم مراتك والولاد ان انتوا تروحوا تشوفوا ثلاث بني ادمين الاسود بتلتهموا وطبعا اكيد لما انت هتروحوا هتشوفوا هتستمتعوا المؤرخين كلهم بيقولوا كانت الناس بتسقف وتهيص مبسوطه جدا زي ما انت بتسقف لما يجي جون في الكوره او بتسقف لما او بتقول الله مثلا لما واحد يقول اغنيه حلوه هو كان بيبقى فرحان وهو شايف مثلا ان الاسد كان الاول دماغ واحد وابتدى ياكل في ايديه والراجل بيحاول يهرب وهو بياكل في ايده وتطلع مصارينه على الارض بالدم يبقى فرحان جدا ويبقى فعلا يعني عمل فسحه لاسرته رفهت عنها تعب كل الاسبوع. تمام؟ طيب احنا بنضحك احنا بنعمل كده بالمناسبه ها بس بطريقه تانية يعني. كل انواع العقاب في المجتمعات البدائيه كانت انواع عقاب شرسه جدا ودمويه جدا. تطورت الانسانيه فلقت انه ارقى انواع العقاب هو حرمان من الحريه.